الضيوف الكرام، أيها السيدات والسادة، في هذا اليوم الجميل في دوحة جنين الجميلة في عروس الشمال تهتف الحناجر وتسطح الطيور بأجمل الألحان. اليوم نعيش يوما فلسطينيا بامتياز، نعيش مع الأغنية الفلسطينية، تلتقي الأرواح وتزف الفرح على أوتار المحبة واللقاء الحميم. الفنان الفلسطيني المتألق أينما حل سيبقى سفير الكلمة الجادة وحامي لتراثه من الاندثار والانطفاء. الفنان الفلسطيني حارس وحامي اللهجة، عنوانه الزيتونة والرمان. في هذا اليوم الأغر نستقبل بعيوننا وقلوبنا ثلة من صفوة مطربين. نرحب بجمهورنا العزيز الذين أتوا من بعيد وقريب، نرحب بهم بكلماتنا وعلى وقع أوتار العازفين وعلى شرف المطربين. اسمحوا للترحيب وإياكم بفرقة ستار ساوند الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد الفارس. ونشكر قرية حداد السياحية على استضافتها لهذا الحفل. أكيد، والشكر موصول دائما لطاقم تلفزيون فلسطين مباشر. غنى للوطن وللعرس وللتراث الفلسطيني، هو أول من طور الأغنية الشبابية والفلسطينية والتراثية، هو بلبل فلسطين. اسمحوا لي وإياكم الترحيب بالمطرب مصطفى الخطيب. مطرب أتانا يحمل رائحة الأجداد بصوته الندي البهي، ابن الشاعر الفلسطيني يوسف أبو الليل، الفنان حميد أبو الليل. بدأ مشواره الفني منذ نعومة أظافره في الناصرة، ولقب بالنصراوي الصغير. عاد للوطن بعد طول غياب بصوته الشبابي لحاكي مشاعرنا. اسمحوا لي الترحيب بالمطرب شريف عابد. اهلا وسهلا بجميع الضيوف الكرام، واسمحوا لنا نشكر فرقة الزيتون التراثية اللي مشاركتنا بهالليلة الحلوة، أهلا وسهلا فيهم.
اكيد منورين معنا الليله. اهلا وسهلا فيكم. طبعا شكرا. اهلا وسهلا بضيف حلقتنا الليله في سهرتنا الفلسطينيه اللي جمعتنا كرمال نسمع اجمل الاغاني باصوات فلسطينيه رائعه. بدايه حنكون مع الفنان الفلسطيني مصطفى الخطيب. اهلا وسهلا فيك استاذ مصطفى. اهلا بكم، شكرا لكم. طبعا اهلا وسهلا فيك. بدايه لا شك مصطفى الخطيب اسم ونجم لامع في الوسط الفني، ولكن يا ريت نعرف بشكل اكبر جيل الشباب الجديد من هو مصطفى الخطيب. تفضل. اول شيء يسعد مساكم جميعا، كل الشعب الفلسطيني كل عام وانتم بخير يا ربي. وانت بخير صحه وسلامه. انا باختصار بدي احكي مصطفى الخطيب، بديت بالزجل الفلسطيني الحداء، كونت فرقتي الموسيقيه سنه 85 ولحد هذا اليوم وانا اطور بفرقتي وانا اغني بالافراح الفلسطينيه، المهرجانات الفلسطينيه، التراث الفلسطيني، غنيت بكل الاحداث الفلسطينيه. بديت في السماسرة الخاينين ما لهم دمي ولا دين، بيعونا الاراضي وخدمونا على فلسطين. اول شيء انا بدي اشكرك على بدي احكي عتشاف، لانه انا بحب اللي بضل باصله. هو انا من يعبد، من قريه صغيره اسمها الخلجان انولدت فيها وتربيت في يعبد، وانا فلاح والاتشا يعني انا بنطي حبيبي لايك. وغنيت على تل الزعتر، من تل الزعتر يا امي لبعث لك رساله، من شادر لون واخضر لوصف لك هالحاله، وصار اللي صار واندلعت النار وكثرت الخيانة وترحلوا الثوار لما رحلنا من بيروت من لبنان، ورحنا وتشتتنا على تونس وعارفين القصة. نورنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا في حميد أبو ليل. أهلا وسهلا، مساء الخير. منور حميد. زي ما قلنا لأبو ربيع، لا شك برضو حميد يعني اسم لامع. أنا شخصيا من وانا هيك تربيت على صوت حميد. حبيبي حبيبي. بس خلينا نعرف الجمهور أكثر في مين هو حميد أبو ليل. الله يسعد مساكم الجميع، شرفتونا واهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير، قرب العيد علينا، اهلا وسهلا بالجميع. حميد ابو ليل من قريه كفر قرع المثلث، ابن الشاعر الشعبي الفلسطيني يوسف ابو ليل، الله يطول بعمره ويخلينا اياه. امين يا رب، يعطيك الصحه حبيبي. بنمسى على اخوي صالح ابو ليل الفنان اللي ربينا. مساء الخير للاستاذ صالح ابو ليل. حبيبي يا طيب، احنا ربينا على الزجل من الوالد، كنا كمان نرافقه في الاعراس، كنا واحنا اولاد نرافقه نسمع بس الزجل والاوف والعتابه والميجنه والمعنه وكل الفلكلور. اعطينا اوف صغير. اوف صغير. اوف 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 اوف. الله عليك. فربينا على النغمه. الله عليك. فلسطينية. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم حبيبي. أكيد مرة ثانية بنرحب ابن ناصر الفنان شريف عابد. الحمد لله على سلامتك بعد بعد رجعتك من ألمانيا. الله يسعدك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. يعني شريف، أنت من بيت فني وعشت في ألمانيا 18 سنة، تخبرنا شوي حول مسيرتك الفنية في ألمانيا لحد ما رجعت لفلسطين. أول إشي مساء الخير، شرف كبير لإلي أكون بناتكم، كل عام وأنتم بخير، لكل فلسطين، لكل الموجودين، لكل الأمة العربية. أنا شريف عابد من مواليد ألمانيا، الحمد لله تربيت فلسطين لجيل 18-19 سنة. بديت مشوار الفني مع الفنان الراحل الله يرحمه شفيق كبهة، هذا كان إشي بفتخر فيه لليوم، تعلمت منه كثير. كملت بعدها مشوار الفني مع فرقة المروج الذهبية، عزاد دراوشي، عادل أبو بكر، وبعدها سافرت ألمانيا كملت علمي، كملت بالحفلات، ومن سنتين رجعت واستقريت بلد الحبيب فلسطين. اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. ابو ربيع 30 سنه في الساحه الفنيه، بسم الله ما شاء الله، الله يعطيك الصحه وطوله العمر. اجيال اجيال تربت على ايدك. بعده شاب، بعده شاب. بعده شاب لا شك، بعدين الشباب شباب الروح. اوعى. تسلم تسلم. ابو ربيع بعدين جاري وصاحبي وحبيبي وبمثابه اخ كبير لي. أبو ربيع 30 سنة أكيد مر عليك فيهن كثير، زي ما بيقولوا من الحامض للحلو، بس في هال 30 سنة شو طلعت أنت في إنه شو العقوبات والصعوبات اللي بيواجهها الفنان الفلسطيني؟ هي الحقيقة يعني أكبر صعوبة وأكبر عقبة للفنان الفلسطيني
انه ما فيش حقوق، ما فيش حقوق للفنان الفلسطيني نهائيا، والفنان الفلسطيني مجبور يبني نفسه بنفسه. طب هيك فيش حدا بحملك جميلي في النجاح. هيك الحمد لله، يعني ما هو فعلا في عنا اصحابنا وحبايبنا بنستشير فيهم وبنستعين بيهم برضو، بس انا بحكي كمؤسسات ما فيش شيء. احنا ربينا ونشأنا وبدينا تحت الاحتلال، ومجبورين نقاوم، ومجبورين نناضل، ومجبورين نغني، ومجبورين نفرح، وهذه قضيتنا مجبورين نتحملها. يعني لا شك، شكرا لتلفزيون فلسطين اللي هو من فترة يعني مش مخلي من جهد وجهد في دعم الفنان الفلسطيني. تلفزيون فلسطين، تحية كبيرة لتلفزيون فلسطين. بس برضو تلفزيون فلسطين لازم من زمان بدأ بهذه الاهتمامات للفن والفنان الفلسطيني. يا ريت لو كان من زمان، لو من زمان كان تلفزيون فلسطين معناته من زمان إلنا دولي. هو تلفزيون فلسطين صار له بالضبط سنتين مهتم بالفن والفنان الفلسطيني. وشوف إذا بتلاحظ على التلفزيون وعلى الشاشة الفلسطينية بسنتين شو عمل التلفزيون. فكيف لو التلفزيون بدأ من 19 سنة من يوم ما أجوا إخواننا وحبايبنا؟ لا شك. ومن يوم ما أقيم التلفزيون الفلسطيني كان إحنا يعني في وضع مختلف. إنه الهموم عندنا كبيرة، يعني إن شاء الله إنه الله بهدي بالنا. إن شاء الله. ولكن لا شك إنه الدولة كلياتها همومها كبيرة، وبما فيهم الإعلام والتلفزيون. احنا راحت علينا، احنا خطيرنا، البركه بالجيل الجديد ان شاء الله يا رب. قلنا الشباب شباب الروح، الشباب لا الشباب الصغار احنا خلاص عيدنا. لا شوي علينا. طولة العمر لكم يا ربي. اكيد لا شك حميد ابو الليل الفنان الفلسطيني بيواجه صعوبات مثل ما قال الفنان مصطفى الخطيب، ولكن ايضا الفنان الفلسطيني في الداخل يواجه صعوبات وعقبات تختلف عن الفنان الفلسطيني في الضفه. شو رايك؟ ما بدي أزيد على الكلام اللي قاله أستاذ مصطفى. الفنان الفلسطيني إذا هو كان بالداخل أو بالخارج، إحنا جوا إحنا بنعاني نفس المعاناة، ما إلنا برضو لا محطات ولا تلفزيونات ولا مؤسسات اللي هي تحملنا نفس المجال، ما في كلام أكثر من هيك. ولكن الفنان الفلسطيني بما أنه فلسطيني بيظل مثابر ومقاوم، الحمد لله رب العالمين. إحنا مجتهدين في فننا، وإن شاء الله بنضل نعطي ويحبونا حبايبنا. اهلا وسهلا ان شاء الله يا ربي. يعني شريف هيك بنفهم انه الفنان الفلسطيني حسب راي ابو ربيع وحميد طلعوا حالهم من اي تقصير. انت بتشوف انه الفنان الفلسطيني في نوع من التقصير في اتجاه تراثنا فولكلورنا من ناحيه توصيل كلمتنا للخارج، توصيل تراثنا؟ اكيد. اول شيء كيف حكى ابو عروه